اذا كتعرفوا بان كاين القانون ديال اللوحه اللي هو خارج الوجود واللي غادي يبدا التطبيق ديالو. اللجنه الوطنيه اجتمعت البارح يعني فكاديه باش تعطي انطلاقه اللي كيهمنا انه يعني الكسابه اللي غادي يخرجوا خصهم تكون عندهم واحد الظروف اللي يمكن يشتغلوا فيها واللي يمكن يوجدوا فيها اللي فيها واحد المسائل اللي هي اجتماعيه اللي هي مهمه بحال يعني النقل المدرسي بحال النقل الصحي كذلك الامكانيه بحال كما كتشوفوا هنا الاستطماء ديال الماء وديال يعني الاماكن ديال العلف. حنا موجودين في واحد الارض هنا في تيزنيت اللي فيها في المعدن اللي فيها 2000 هكتار اللي كلها تزرعات وغادي تعطي امكانيات باش هذا الرحل في الوقت اللي كينتقلوا من منطقه انهم يدخلوا لهذه المنطقه. ويمكن كاين مناطق اخرى كذلك في جميع انحاء المغرب اللي غادي نحافظوا على الكسابه ولكن نحافظوا كذلك على المواطنين وعلى المكتسبات ديالهم وعلى الليبيان ديالهم باش ما يدخلوش لهم الكسابه ويحترموهم ويمشيوا للمناطق اللي خصها تكون فيها اوعات. شكرا جزيلا. شكرا. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد.